السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي. أنا إن شاء الله نتحدث على واحد الموضوع ديال بماذا يمكن تعويض علف أو سكاليم الأرانب. كل شيء اللي كيربيو الأرانب كيتشكاو من غلاء ديال العلف، وكيحاولوا أنهم التربية ديال الأرانب تكون بواحد الطريقة سهلة ورخيصة، يعني يطيحوا الأرنب بواحد ثمن رخيص، يعني الربح يكون ديما كيقلبوا على مستوى ديال الربح عالي. اذا تربيه الارانب اسمو كتحتاج الى تغذيه متوازنه والادويه الموسميه. فمن المربين كاين من المربين اللي قرر ان يعطي الارانب ديالو القشور او المخلفات اللي كتشيط عليه، يعني ملي كتشيط على الانسان، وكاين شي وكذا النباتات، كاين اللي كيعطيهم حتى النباتات. ولكن اللي دار هالطريقه هذه العمليه لاحظ ان المضوديه ديال الارانب والانتاج كيقل، وخاصه فصل الصيف. اذا سمو الخطوات اللي نقدروا نديروا، ما العمل، يعني سمو العمل اللي نقدروا نديروه باش يعني هاد لا 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 داركو هاد المشاكل هذه. كيفاش سمو غادي سمو خاص في الحقيقه المربي خصو يدير. اولا بالنسبه للادويه، نهضروا بعدا على الادويه هي الاولى. الادويه خصوصا الموسميه هي ضروريه في تربيه الارانب، مثل الابره ديال التسمم الدموي، هنا معروفه سميتها كوني بخافار، هي رخيصه في الثمن، كدير 9 دراهم للسنتيمتر، ممكن انكم تشريوها بالديتاي، يعني كطيح شويه رخيصه، والصغار ممكن انكم تعطيهم النصف ديال الكميه. هذا بالنسبه للادويه، لان هذا التسمم الدموي كاع الناس كيخافوا منه، ضروري انكم تشريو الكينه، عفوا الابره ديال التسمم الدموي. اما بالنسبه للتغذيه وهو الموضوع ديالنا ديال هذه الحلقه، فمن خلال التجربه ديالي، التجربه الخاصه، فكل النباتات او القشور ديال الخضر او الفواكه يمكن يعطيو، ممكن نعطيوها للارانب، ولكن بنسب قليله جدا، يعني خصنا غير نذوقوهم منها، ماشي انها تولي رسميه، يعني نحيدوا السكاليم ونبدلوا لهم بالقشور ديال اللي كتشيط علينا، لا. اذا ما هو يعني سمو الاكل اللي غادي يمكن نعطيه للارانب دون انها تمرض، يعني خصوصا اننا ملي كنعطيهم هاد القشور ديال الفواكه ولا النباتات، سمو كيوقع لهم انتفاخ ديال المراره والامراض الهضميه كالاسهال وغيرها من الامراض. الجواب ديال هذه الحلقه وهو الخبز الجاف. بالتجربه ديالي، اولا هو مفيد للارانب لانه كيحتوي على النشا، وثانيا فيه الخميره اللي كتساعد على العمليه ديال التسمين، هي كتعطيهم يعني الكيلو كيتزاد من خلال الخبز الجاف لان فيه الخميره. والخبز الجاف يمكن الحصول عليه، يعني نقدروا نتحصلوا عليه من 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 البيت ديالنا من خلال القطع اللي كتكرم وما كيقدرش الانسان يتناولها، ما يقدرش ياكلها. الطريقه الثانيه ممكن اننا نشريو هذا الخبز الجاف بالكيلو، وارخص مما كتصوروا كاع، لان ممكن انكم تلقاوه بجوج دراهم الكيلو. الكيلو ديالو راه كيوزن بزاف، يعني الا مشيتو تشريو واحد نقولوا 10 كيلو اللي بجوج درهم الكيلو، واحد 20 درهم، راه ممكن انكم ضرب لكم ايام وايام، يمكن ان ضرب يعني شهور شهرين ثلاث شهور ب 20 درهم، يعني ممكن انكم تجاوزوا هاد المرحله ديال 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 يعني العلف، ممكن انكم تطلعوا الارانب ديالكم بواحد الثمن رخيص بزاف. كيفاش هذا الخبز الى مشيتو تتحصلتوا عليه؟ اولا الطريقه ديال التخزين ديالو سهله، بحيث يمكن اننا نشدوه ونجفوه في اشعه الشمس،
وكنخليوه وممكن انه يصبر يعني ما يضيعش لمده شهور وسنين. ممكن انكم تخليوه سنين كاع وانتم ما تخليوه سنين، غتخليوه شهور واحد الشهر ولا مدسوس وتبقى تعطيه منه واحد الجزء هكا بحال دابا انايا انا مقطعوا لهم طريفات هكا. هذا راه خبز، هذا راه كياكلوا خبز، راه مكلاو كانت جيه كانت عامره تبارك الله. راه هانتوما كتشوفوا راه ارنب نيوزيلندي راه كياكل من الخبز بطريقه عاديه. انهم هذو كلهم تقريبا انايا في هذا الصيف هذا حاولت انني نحيد عليهم شويه السيكاليوم وعطيتهم غير الخبز. هانتوما كما كتشوفوا هذوك الصغار حتى هما راه داير لهم علافه فيها غير الخبز الجاف مطحون. هانتوما وقدرت انني نتجاوز هاد الايامات لان ما كاينش الانتاج بزاف، حاولت انني ندير لهم غير الخبز يعني بالنسبه للكبار كنقطعوه بهذه الطريقه كما كتشوفوا، وبالنسبه للصغار يعني قبل الفطام هادو كندير لهم غير الخبز المدقوق انهم كياكلوه كيوليو مزيانين. بالنسبه لهاد الخبز في الحقيقه الخبز الجاف راه هو الحل في تربيه الارانب، لان كيطيح لك الارنب بواحد الثمن قليل، ماشي بحال نقولوا السيكاليم. السيكاليم راه غالي، كيطيح غالي في الحقيقه. هو عنده المنافع ديالو لان كيكون فيه جميع المكونات، ولكن منين تشوفوا هاد الايامات ديال الصيف مثلا ما كاينش الانتاج، ما يمكنش انكم ما كاينش الانتاج وغتبقى تصرفوا من جيب، لا ممكن انكم ديبانيو بالخبز الجاف. انا راني ديبانيت به في هاد الايامات، راه الحمد لله راه قدرت اني نتجاوز هاد المرحله. اذا الخبز قلنا الجاف ممكن انكم تحطوه في واحد المكان جاف غير ما تصبش عليه مثلا الشتاء ولا باش ما يضيعش صافي، وممكن انكم تبقاو تعطيوه للارانب ديالكم. وهذا الخبز انا بالتجربه ديالي في الحقيقه راه ما كي أثرش سلبا على الارانب، بالعكس كيأثر ايجابا. يعني ما يمكنش شي واحد يقول لي في لي كومونتير مثلا راني عطيتهم الخبز جاف وراهم مرضوا لي بشي مرض مثلا الاسهال ولا شي حاجه طرات لهم في كرشهم. لا، الخبز كي كتعطيه لهم هذاك راه مفيد، ومفيد بزاف، مفيد بالنسبه للصحه ديال الارانب ديالكم، ومفيد بالنسبه للمبتدئين اللي باقي ما عندهمش راس مال كبير انهم كي 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 كيقتصدوا شويه من خلال العلف اللي هو غالي في الحقيقه، غالي الثمن. اذا الحلقه ديالنا راه مفيده، حاولوا انكم تعاودوا الفيديو بزاف مرات لان المعلومات اللي مذكوره راها مهمه بزاف بالنسبه للطريقه ديال التخزين ديال الخبز الجاف، راها مهمه. حاولوا انكم تحطوه في واحد المكان جاف لان الخبز ممكن انه كيبقى يصوف كيعطيه واحد اللون بحال نقولوا مائل الى الخضوره، كيبقى يصوف، حنا كنقولوا كيصوف. حاولوا انكم تحطوه في واحد المكان جاف ما يوصلوش غير الماء. اما بالنسبه لاشعه الشمس راه مزيانه له، قداش الماء هو كيكرم قداش الماء هو كيكون مزيان. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، راه سلاس الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا. كنشكر جميع المتتبعين ديالي على التعاليق الطيبه ديالهم. مرحبا بكم في القناة المتواضعة ديالي، تكيو على زر الجيم باش تساندوني وتكيو على الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.